بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي بفيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهات السابقة. لماذا ما اشتركش في قناتي؟ ما ينساش يضغط على سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. ما تنسوش تشغلوا أيضا جرس إشعارات لتصلكم فيديوهات أولا بأول، وما تنسوش تشاهدوا هذا الفيديو من الأول لآخر، لأنه جد فيديو جد مهم في لتفصيل الخياطة. يلا نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. بون، الفيديو تاع اليوم كيما راكم تشوفوا انا جبت لكم ماركه باش ناخذوا قياسات جسم الانسان. هذه القياسات راح تساعدنا كثيرا في العمل باش نخرجوا الباترون. راح ناخذوا عندنا عده دوائر. عندنا اولا دائره الرقبه اللي هي هذه، راح ناخذوا لها الطول تاعها، وعندنا دائره العرض اللي هي هذه، تجي جوست تهبط تحت الابط، كاللي يقولها دائره العرض وكاللي يقولها دائرة الإبط. وعندنا دائرة الصدر اللي يكون المتر تاعنا يمر على حلمتي الصدر، وعندنا هاد المنطقة الخصر اللي هي أضيق منطقة في هنا في البطن، وعندنا آخر قياس اللي هو الأوراك. حنا نفرد لكم هكا المانكا باش تفهموا عليا الأوراك اللي هي هنا، يمكن هذه الدائرة هذه. القياسات كيفاش راح ناخذوهم إن شاء الله؟ كاميرا نعاود نرجع لكم ان شاء الله. اول دائره كما قلت لكم راح ناخذها هي دائره الرقبه. نحط المتر تاعي هنا على الرقبه هنايا، وندور المتر تاعي متر القياس بالطريقه على الرقبه بالطريقه. ناخذ هذه الدائره بحيث انه نخليها شويه مهويه، نخلي الاصبع تاعي هنايا، خلي واحد الانسنتيم، نحط المتر تاعي فوق الـ فوق الـ فوق القياس هذا هنايا، نزيد انسنتيم، وناخذ هذاك القياس نحطه في ورقه جانبا. هذاك اول دائره. الدائره الثانيه اللي كما قلت لكم هي دائره العرض، اللي تاخذ تحت الابط بهذه الطريقه. نحط المتر تاعي تحت الابط، نقلبها بهذه الطريقه، عفوا نقلب المتر تاعي بهذه الطريقه. هاد القياس اللي راح يجيني هنايا كما قلت لكم، نخلي واحد الانسنتيم بزياده هنايا. هاد القياس اللي راح يجيني نحطو في ورقه جانبا. نهبط ثاني على دائره العرض، ناخذ دائره الصدر بحيث انه المتر غربون ولا شايف القياس لازم يكون يمر على حلمتي الصدر، ومن الخلف لازم يمر على داك المكان اللي يمر فيه السوتيان، سوتيان غورج من الخلف لهذيك. هو باش ناخذ نعرف كيفاش ناخذ القياس تاع دائره الصدر. كيما راكم تشوفوا نخلي الاصبع تاعي لداخل هنايا، ونحط المتر ربعون نزيد عليه ان سنتيم، وندي هذاك القياس. بالنسبه للخصر اللي هي هذه المنطقه هنايا، كاين اللي على باله بلي الخصر هي هذه المنطقه الضيقه، كاين اللي ما يعرفش يحدد الخصر تاعها. سهل، ما عليا نجيب الشريط القياس ونربطه هنايا. الا كان عندي زوج، ما عنديش زوج، نجيب خمار ولا اي حاجه، حزام ولا شي حاجه، نربطها برك هذا مكان. نربطها هنايا، نربط، نشوف اضيق منطقة عندي في جسم الانسان هادي هنايا، نحزم نربط. كي نربطها شوفوا، نشوف بلي هذاك الحزام ما بداتش تزيد تهبط هنايا، نعرف بلي هذا هو بلاصة اضيق منطقة، يعني هذا هو الخصر تاعي. وهذاك تما ناخد عليها الدائرة تاعها، عفوا ناخد دائرة الخصر بهذه الطريقة، نحط المتر الغيبون تاعي على الخصر بهذه الطريقة، وناخد هذا القياس اللي جيني. كالعادة لازم نخلي ان سنتيم فوق السنتيم، يعني المتر زايد ان سنتيم، نخلي الاصبع تاعي هنايا باش نهويها. ناخد هذا القياس. واخر دائرة راح ناخدها هي دائرة الاوراق اللي كيما وريت لكم. الاوراق هما هنايا بهذه الطريقة، عندك الاوراق نفس الطريقة. نحط المتر تاعي على الأوراق، نثبتها وناخد بنفس الطريقة. هذا بالنسبة للدوائر. بالنسبة للأطوال، عندي طول الظهر، نمشي من الخلف باش نعرف كيفاش ناخد طول الظهر تاعي. طول الظهر عندنا دايما في الظهر، عندنا كاين واحد العظمة هنايا وراء الرقبة هنايا، هي نحط عليها شريط القياس تاعي، منها هي نهبط حتى للخصر. هذاك القياس اللي جينا هو يسمى طول الظهر،
نحطو في ورقة جانبا. وعندنا عرض الكتفين، عرض الكتفين ناخد بهذه الطريقة من هذا الكتاف حتى لهنايا، هذاك القياس اللي جينا نحطو في ورقة ثاني، هذا نسموه عرض الكتفين. عندنا قياس اخذ ناخذوه من الجنب اللي هو ارتفاع الاوراق. ارتفاع الاوراق يجي من الخصر، شوفوا كيفاش يجي، هز لكم الماركه باش تفهموا عليا. من الخصر شوفوا من هذه المنطقه لهذه المنطقه، من الخصر للاوراق هذه المنطقه تسمى ارتفاع الاوراق، ناخذوها. كاين ثاني عندنا قياس اللي هو يعني باش نعرفوا بلي كاين الجهه الاماميه تختلف عن الجهه الخلفيه، لانه في جسم المراه عندها حوايجي بومبو، دونك عندها الصدر وعندها عندها الاوراق، لازم الشغل الجهه الاماميه تاخذ شويه زياده قماش على الجهه الخلفيه. علاش؟ لانه الجهه الاماميه عندها الصدر. دونك عندنا قياس اللي هو ارتفاع الصدر، هذا القياس يكون في الحوايج سورتو اللي يكونوا حوايج سور ميزور كاع، يعني سور تاي، دونك لازم ناخذ هذا القياس ارتفاع الصدر. وكاين قياس اخر لي يشمل ارتفاع الصدر اللي هو يسموه ارتفاع القسم الامامي من جسم الانسان، ناخذ ارتفاع الصدر ونهبط المتر القياس تاعي بحيث انه نحكمه، ماشي نخلي هكا مطلوق، نحكمه حتى للخصر، ناخذ هذا القياس ونحطه في ورقه. كاين نقطه اخرى حبيت نهضر عليها هنا في اخذ القياسات اللي هي هذه الحبه تاع لي مونشور. كاين هذه تختلف على حسب اللباس اللي راح نلبسوه، يعني اذا كان لباس صيفي ولا شتوي ولا واش هو الغرض منه. كاين لباس مثلا الصيفي يعني كشغل كي كونسوم مونش يعني بدون يدين، هاد الحفاضه راح تكون طالعه شويه، تكون قريبه للباط ولا جوست عند الباط باش ما تكونش عريانه، ما يبانش الصدر كاع على حسب الموديل. وكاين دي فوا كاين ولا لباس تاع البنات الصغار والاطفال الصغار، ماشي تديره لهنا كاع محفوظ كبير حتى يبان الصدر وجهه صامته هذيك اللبسه كاع. وكاين دي فوا وين تكون لباس فيه اليدين بصح يكون هذا عالي، كيما مثلا لي بودي، البودي يعني البودي كاع نعرفوا البودي، الشغل يكون جست عند الابط، على لانه شغل البودي كي تلبسي شغل تحت اللباس هكا تحت الداخل، في حين انه مثلا كيما مثلا الحجاب ولا الفاست ولا يكون شويه هذا هابط، على لانه فيست ولا حجاب ولا فوالا فيست ولا حجاب عندي جانا نلبسو تحتو، مثلا كيما هذا الحجاب اللي لبسته انا لبسته تحتو شويه هابطه هنايا، شفتوها هي هابطه ماشي عاليه، هذه لازمنا ناخذ لها حسابها. كاين ثاني هذا كملنا الجزء هذا، كاين ناخذ القياس اليد. اليد عندها ثلاث قياسات اللي هو طول اليد، طول اليد كيفاش ياخذ من هذا العظمه اللي هنايا، واليد تاخذ حسابها بهذه الطريقه كما اللي مدحت لكم في الصوره، بهذه الطريقه اليد تكون مطويه. نحطوا المتر تاعنا على الكتف هنايا، هنايا ونفوتو حتى لتحت، ناخذ القياس تاعنا. وعندنا قياس دائره العضد اللي هي او كما نقولوا اسمن ولا اوسع مكان في اليد هنايا العضد هذه. وعندنا ناخذ القياس هذا اللي في الاسفل اللي هو اضيق منطقه في اليد هنايا. بالنسبه للسراويل ناخذ الطول من الامام، ناخذ الطول من الخصر حتى لتحت، نشوف شحال راح يجينا الطول. وناخذوا من الخلف القياس اللي ندوه من الخلف، احنا دائما نلاحظوا بلي السراويل عاده ما تجي الجهه الخلفيه اطول من الجهه الاماميه، لانه كون جات كيف كي نقعدوا السروال يهبط نولوا نتعرضوا كاع، على بها الجهه الخلفيه تؤخذ وحنا قاعدين باش يزيد هذاك القياس. هذا بالنسبه للطول من الجهه الاماميه الجهه الخلفيه. وعدنا هذاك الطول يجي بين الرجلين، كشغل من قدام هنا بين الرجلين نشوفوا شحال هذاك الطول. وعدنا ثاني كيما اللي نوضح لكم شغل في الصور، وعدنا ثاني منطقه الفخذ نشوفوا شحال الدائره تاعها، كيما في اليدين قلنا كاينه منطقه العضد سمينه على هذه المنطقه، ثاني في الرجل كان الفخذ يجي شويه اسمن من التحت، ناخذ دائره الفخذ والدائره تاع اخر منطقه في الرجل اللي هي تكون شويه ضعيفه. هذا هو بالنسبه للفيديو اخذ القياسات، ان شاء الله ما نكون نسيت لكم حتى قياس، ان شاء الله نكون افدتكم. اذا استفدتوا وعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا بيك 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 لايك، وما
واذا ما كنتش مشتركه في القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر سبسكرايب او ابوني واشتراك. ما تنسوش تشغلوا جرس الاشعارات لتصلكم فيديوهاتي اولا باول، وانشروا هذا الفيديو وبارطاجوه مع اصدقائكم واحبابكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتعمل فائده. اذا عندكم اي استفسار اي تعليق اي شيء جديد ما تنسوش تكتبوا لي في خانه التعليقات، وان شاء الله انتظروني في الفيديوهات المقبله ان شاء الله بفوائد جديده وافكار جديده باذن الله. الى اللقاء.